Hi everyone, we will discuss this chapter, Unit 5, Lesson 6. في الكتاب الجديد الدرس السادس وفي الكتاب القديم الدرس الخامس. طبعا هذا كتاب الصف الأول متوسط. عندي هنا جابون. جابون هذه جابون يعني اليابان، قطعة اليابان. Japan is not a very big country. هي ليست بلد كبير. But لكن أدوات ربط linking words. It has لديها a large population. Population a large population. يعني لديها شنو؟ شعب كبير تعداد في التعداد السكاني يعني. كبير. Industry شنو؟ المشتقات النفطية. Industry is very important. Important شنو؟ مهمة. Industry المشتقات أو إنتاجات النفطية في اليابان هي مهمة جدا. Japan makes. هنا مضارع. استخدمنا المضارع الوسط makes والفاعل المفرد يأخذ أس الجمع. Cars شنو؟ سيارات. Computers. If we heard computers Japanese. يعني الكمبيوتر الياباني. Japanese computers. عادة في اليابان يسموه الكمبيوتر الياباني. الكمبيوتر الياباني. And all kinds of things. وهم يصنعون جميع الأشياء. For the home يعني المنزلية، الأشياء المنزلية مثلا. All furniture يعني furniture الأثاث المنزلي مثلا. Fridge ثلاجة أو أي أشياء أخرى. The farmers المزارعون. Grow rice يعني الرز. And vegetables شنو؟ خضروات في اليابان. Japan is very interesting. اليابان إنها ممتعة. Interesting ممتعة وتجي مهمة. Interesting for visitors. اليابان هي بلد رائع للسواح. They can see all temples. هم يمكنهم أن يروا old temples المعابد. temples معابد. old قديمة معابد قديمة. and beautiful gardens beautiful جميل. gardens حدائق جميلة. they can also go shopping in a big modern stores يعني شنو؟ ستور واحد. ستور متجر. هنا ستوريز متجرات لبيع الأشياء. متجر أو الأسواق. متجر. شوبينج تسوق. هنا تسوق. التسوق. مودرن and beautiful شنو؟ جميل. beautiful جميل. هذه اليابان. اكو صور خاصة بيه خلني اشوفكم. هنا نشعدنا اليابان. هذا مزارعون.